السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. ومرحبا بكم معايا في قناتكم مطبخ حليمه الفيلالي مع وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض بطاطا محمره جديده بزاف، اقتصاديه وسهله في التحضير، وغادي تعجب اكيد الكبير والصغير، وكنصحكم بالتجربه ديالها. بقاو معايا نشوفوا تفاصيل تحضير هذه الوصفه من اول الفيديو للاخر ديالو. كناخدو بطاطا على حساب الرغبة، يعني كمية على حساب اللي بغيتو، ومن الأحسن تكون حجم شوية صغير. كنسلقوها بالقشرة ديالها بعد ما كنغسلوها مزيان، إما كنديروها في طاوة كتسخنة أو في كوكوط نسدو عليها، غير ما نطولوش بزاف الطياب ديالها، ما خاصهاش طيب أكثر من الشهد. ملي كتبرد كنقيوها أولا نخليوها بقشرتها، كي اللي كيبغي يحمرها بقشرتها أنا كنحيدها. وكيف قلت يكون الحجم ديالها صغير، ماشي ديك الصغيره بزاف، غير اللي كتكون مويان، ماشي الكبيره عاوتاني بزاف. المهم راه كتكون في وسط البطاطا الكبيره، ماشي كتكون كتباع بوحدها بحال ديك الصغيره، لا. غير باش نقرب الفكره اكثر، كانت عندكم بطاطا كبيره ماشي مشكل، تسلقوها غير قطعوها لقطع اكبر اكثر من اللي غادي نديرو باش ما يجيوناش طراف كبار بزاف. صافي غادي نستمر نقيها كامله. وبالنسبه ليا هنايا درت كيلو ونص ديال البطاطا اللي كتعجبهم بزاف تكون محمره في الفران، فكتجي هي هذيك. راه ممكن نديروها غير هي وشليضه في هذا الصاد، كافيه وشي عصير بلا ما نحتاجوا لا مرقه لا لحم لا دجاج لا والو. او ممكن اننا نرافقوها مع اطباق اخرى بحال المشاوي، بحال يعني كتكون مرافقه، او كيف قلت نقدموها بوحدها مع سلطه خضراء، وكتبقى طبعا لكم الاختيار في كيفاش تقدموها. صافي غادي نستمر كيف قلت، ومن بعد غادي نقطعوها الا كانت في هذا الحجم على اربعه، نقسموها على اربعه باش كتجينا طويله ومتوسطه في الحجم ديالها هكذا. وغنوضعوها في شي بول اولا في شي اناء باش عاد نزيدوا ليها التوابل. وطبعا اللي عندها ديك البطاطا الصغيره كاع ممكن يتسلقها تقشرها وديرها مباشره بلا ما تقطعها. هنايا غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الموطارد، هذا كيتسمى بطاطا بالموطارد، ولكن اللي ما عندهاش او ما كتبغيش لوغو ديالها رغم ان ما كتحسيش به يعني بالضبط كيفاش داير مع البطاطا، ممكن انها دير غير التوابل فقط والاعشاب المنسمه على حسب الذوق. كنديرو تقريبا معلقه كبيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر، والبزار ما كنديروش بزاف غير راس المعلقه بهذا الشكل، شويه ديال البودره ديال الثوم اللي ممكن اننا نعوضوها بالثوم المفروم. هي بودره الثوم كتجي خفيفه، ولكن اللي ما عندوش ممكن يعوضها. كنديرو اعشاب منسمه على حسب المتوفر اللي بغيتو، ممكن غير الزعتر، ممكن الربيع، ممكن الربيع والزعتر، ممكن يعني الخليط اللي فيه ازير والزعتر ويعني بزاف ديال اللي بغيتو في الاعشاب المنسمه. درت ملح على حسب الذوق والخرطوم. صافي غادي نزيدو الزيت، انا كنفضل زيت الزيتون، ولكن الا ما بغيتوش ديروها ديروا زيت النباتيه، الزيت اللي يخفف لينا مزيان ديك الشرموله يعني وتوزع لينا بكل سهوله مع البطاطا، لان هي خاص اصلا خاصها تكون مزيته باش كتحمر مزيان. الا كانت ناشفه كتعطينا لا اللون ولا تحميره مزيانه. صافي كما راحتو البطاطا ديالي هي هذه، كتكون بارده مزيان ما مسلوقاش اكثر من الجهد باش ملي نبغيو نحركوها ما تبقاش كتفرتت وتقطع، اما بهذا الشكل الا بانت لكم طايبه اكثر من الجهد، او بمعلقه تحركو وغير بيديكم غير بالمهل حتى كتخلط لينا مزيان. وكنديروها في صفيحه ديال الفرن، فرشه بورق الطبخ، اما فرن غازي او فرن كهربائي، من الاحسن ورق الطبخ الا ما كانت ممكن نستغناو عليه. بالنسبه للفرن الغازي فكنديروها كتحمر من الفوق، يعني هي الفران كما كتعرفوا الغازي كتكون العافيه فيه لتحت، اذا حنا غادي نديروها لتحت باش تجي العافيه فوق منها وتكون طالعه، ما نقصوش عليها، خاصها تحمر لينا وتشوى بحال هكا، يعني تاخذ الحراره مجهده ونردو ليها البال.
اما نطلعوها الفوق الا كانت توصل لنا الحراره ديالو مزيان الفوق، ما كانش يعني ما كانش كيطيب لينا من الفوق، هي تما نقلبو، نبداو نقلبوها حتى تحمر مزيان. عندنا فرن كهربائي فما كاينش المشكل، غادي نسخنوه مزيان على درجه او غير 200 فقط على حسب الرغبه، ونديروها في الوسط، يعني نديرو الصفيحه في الوسط والعافيه من الفوق ومن التحت حتى كتحمر من الجهتين، صافي كتكون واجده. يعني ممكن نجهزوها بهذا الشكل، وحتى نبغيو نقدموها نخليولها وقت من قبل نحمروها ونقدموها مباشره. هنا من قديتها كامله في صفيحه الفرن الكهربائي، كيف قلت راه ما كاينش مشكل نديروها في غازي، راه ما كاينش الفرق كبير، غير الطريقه ديال الطياب وصافي. ولا بانت لينا ناشفه من الزيت نعاودو نزيدو لها واحد قطيرات من الزيت زيتون او زيت نباتيه، وكيف قلت ندخلوها الطيب ونرجعو نشوفو الشكل النهائي ديالها. كما لاحظتوا هنا فهي كتحمر على النار اللي هي مرتفعه، واللون ديالها كيبان لينا تبدل ورجع بهذا الشكل هذا، حتى القشره كترجع بهكذا عن قرب، اكيد كتجي لذيذه بزاف. ومن الاحسن الى شرملناها وخليناها واحد المده عن طيبوها، فاكيد